لو عاوز تكون ناجح ادرس النجاح، لو عاوز تكون سعيد ادرس السعادة، لو عايز تكون متزن ادرس الاتزان. قبل ما تنام بالليل اعمل لستة، ايه الحاجات اللي عملتها النهاردة صح وايه الحاجات اللي عملتها النهاردة غلط، ولو الله سبحانه وتعالى اديني يوم جديد اعمله تاني احسن من كده ازاي. فانت بتشوف ايه اللي غلط وتظبطه وايه اللي صح وتحسنه كمان فيوم الجديد. فباستمرار بتقيم، باستمرار بتحسن نفسك. فده اللي انا بعمله باستمرار، وده اللي انا بعلمه للناس. فلما حد يجي يشتكي، ما انت بتشتكي مش بتشتكي؟ طب خلال ما انت بتشتكي بتحقق هدفك؟ طبعا لا. طب بتشتكي ليه؟ ما تضيعش وقتك في الشكوى، لانك في خلال ما انت بتشتكي في انسان تاني عايش حلمك، انت سايق سيارتك، انت عايش في فيلتك، انت مع الفلوس اللي انت عايزها، مع الزوجه يمكن اللي انت عايز تتجوزها، الله اعلم. لازم تاخد بالك في خلال ما انت عاوز تعيش وتنجح وبتشتكي مش هتوصل للي انت عايزه. فانا ما ضيعش وقت في كلام الفارغ.